كابتن محمد، يعني انا عارف ان انت تحملت على نفسك وكنت بتلعب وانت عندك نزل برد، ولكن دايما دعا اهدنا بلعبة النادي الاهلي الكبار. انا هقول كلمة واحدة بس عشان مش قادر اتكلم، بس انا اقول الكلمة اللي احنا اتحطينا تحت ضغط، وكنا موعدين الناس مع الجمهور موعدينهم اللي احنا نيجي ونعدي سان داونز، وكنا قلنا اللي احنا عياريت نلعب سان داونز تاني، احنا لعبناهم تاني وبقول لهم الحمد لله وعدناكم ووفينا بالوعد، واللعيبه دي كلها رجاله والجهاز الفني كله ببارك لهم وبارك للعيبه، اهم حاجه اللعيبه هم رجاله وعلى قد المسؤوليه، الحمد لله احنا عدينا وان شاء الله فكر في اللي جاي ان شاء الله. اشكرك يا كابتن محمد وبالتوفيق في اللي جاي.